السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبنائي، الأعزاء، طلاب الصف الثاني الثانوي في ثانوية العبير الأهلي، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد مع مادة الكفايات اللغوية والوحدة الخامسة تحت عنوان التواصل الإقناعي أو الخطابة والإلقاء. تكلمنا سابقا فيما يجب أن يكون موجودا في الخطيب، وحتى تنجح عزيزي الطالب في خطبتك يجب عليك أن تتبع الخطوات التالية. أولا، أحسن اختيار الموضوع الذي تنوي أن تتكلم فيه، وحتى تؤدي هذه الخطوة بإتقان، ألق على نفسك الأسئلة التالية: ما الموضوع الذي أعتقد أن المستمعين بحاجة ماسة إليه؟ فليس من الفطنة وليس من الذكاء أن تتكلم في موضوع سبقك إليه آلاف الخطباء، فكلما كان الموضوع جديدا كلما كان الانجذاب إليه قويا. ليس هذا فقط، هل جمهور المستمعين الذين سألقي عليهم خطبتي يحتاجون إلى هذا الموضوع؟ فإذا كانوا بحاجة إليه فقد نجحت، وأما إذا لم يكونوا بحاجة إليه فستجد الملالة في استقبالك. السؤال الثاني: ما مدى كفاءتي في هذا الموضوع؟ وسنتكلم عن هذه الخطوات تباعا فيما يلي. السؤال الثالث: ما الجديد لدي ويمكنني طرحه في هذا الموضوع؟ نعم، لقد سبقك خطباء عديدون، ولكن كلما أتيت بجديد كلما كان نجاحك أكيدا بإذن الله. لذا احرص على أن يكون موضوعك مناسبا لجمهورك، وقد قيل: خاطب الناس على قدر عقولهم. وليس معنى هذا أن نلجأ إلى السطحية أو إلى الألفاظ الركيكة ضعيفة الذوق قليلة الجماليات، ولكن هات من الأمثلة ومن الموضوعات ما يجعل مستمعيك ينجذبون إليك. لا تتكلم في موضوعات منفصلة عن جمهورك، فعندما توجه خطبة لزملائك فسيكون موضوعها عن الانتظام والالتزام والاجتهاد والبعد عن صديق السوء وأهمية تحديد الهدف. وعندما يكون موضوع خطبتك لمعلميك فسيكون موضوعك عن دورهم في حياتك وفضلهم عليك وما تتمناه عليهم وما تتمناه لهم وهكذا. والآن عد إلى كتابك واكتب مجموعة من الموضوعات التي تناسب مستمعيك، إن كانوا طلابا وإن كانوا معلمين، إن كانوا آباء وإن كانوا أبناء وهكذا. النقطة الثانية:
هل لديك كفاءة علمية لتتحدث في هذا الموضوع؟ راجع بضاعتك، فإن وجدتها ثمينة فقدمها، وإن كانت مزجاة فابتع غيرها. ما معنى هذا الكلام؟ إذا كان معلوماتك عن هذا الموضوع جديدة وصحيحة وأكيدة قدمها في خطبتك، وإن كانت مملولة مكرورة بها من الأخطاء وبها من الهنات، حاول أن تأتي بموضوع جديد. عيب عليك، أيما عيب، أن تقف خطيبا في الناس فيقف من بينهم من يصحح لك، فيجد في كلامك الغث والسمين. لا بد وأن يكون كلامك سمينا قدر الإمكان. ابذل وسعك في أن تكون خطبتك مستوفاة، فإن كان في خطبتك أخطاء اجتهد أن تتلافى وتصوب هذه الأخطاء. والآن إن الخطابة والحديث مع الناس موضوع صعب، فقد سبقنا إلى هذا الموضوع فلان وفلان وفلان. نعم، ولكن إذا استطعت أن تلبس المعاني القديمة ألفاظا جديدة وتتعمق في معانيها، فقد ملكت على المستمعين ألبابهم. وهذا قول الجاحظ الذي قال: إن المعاني معروضة في الطريق، ولكن الجدة في ثوبها الذي تلبسه إياه. لذا احرص عزيز الطالب أن تتفنن في استخدام الألفاظ الجديدة والتشبيهات والاستعارات والكنايات وتلوين المعاني، حتى تعطي انطباعا لمستمعيك أن خطبتك جديدة، أن خطبتك جديدة في شكلها ومضمونها. وإلى لقاء قادم بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.